وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك أو أشركنا بدعائك، فحديث ضعيف وإن صححه المؤلف، لكن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهي أنه ما كان من فضائل الأعمال فإنه يتساهل به، وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية لكن الواجب اتباع الحق، فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف، وفضائل الأعمال تدرك بغير هذا، أي بغير تصريح الأحاديث الضعيفة. نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى ويس القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء، لكن هذا خاص به لأنه كان رجلا بارا بأمه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحد من أحد أن يدعو له، مع أنه أفضل من ويس، فأبو بكر أفضل من ويس بلا شك، وغير من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد أن يقول اجعلوا أبا بكر اجعلوا عمر أو ما أشبه ذلك يدعو لكم، فالصواب لا ينبغي أن يطلب الدعاء من غيره ولو كان رجلا صالحا، وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي خلفائه الراشدين. أما إذا كان الدعاء عاما، يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام، كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، لأن هذا لمصلحة غيرك، كما لو سألت المال لفقير فإنك لا تلام على هذا ولا تذم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته، يسألونه أن يدعو الله لهم.